الآن تنضم إلينا هنا في الاستوديو زميلة جنان موسى مراسلة أخبار الآن والمتابعة لكل تطورات شأن سوري لتنقل لنا آراء الناشطين على الأرض في سوريا. مساء الخير جنان. آراء الناشطين إذن على الأرض كيف بدأت وما الذي نقلوه؟ شوفي ميسون، الضربة صارت بسوريا بساعات الصباح الأولى، يعني الناس كانت كلها نايمة، فبالتالي إذا ما كنت عايشة حوالي المنطقة أو بمحافظة حمص مش دغري وصلت الأخبار على شمال سوريا وعلى المناطق المحاذية للحدود التركية اللي بتخضع تحت سيطرة المعارضة السورية. طبعا مع ساعات الصباح الأولى وقت الناس بلشت تفهم أنه الأمريكان ضربوا هدف عسكري للنظام بشكل عام كانت ردود الفعل الاولى كلها ايجابيه، مرحبه بهي الضربه، وبالعكس يعني كان في فرح بين الناشطين وبين الاهالي، وكانوا عم بيخبرونا انه كانوا متوقعين اكثر وبدهم ضربات اكثر ما تكون ضربه واحده. يعني هي بساعات الصباح الاولى يعني كانت الناس بعدها شوي مصدومه ومش مصدقه، لانه بتعرف القصه بعدها جديده، صارت ب4/4 ومعودين على الخطاب الامريكاني بعهد اداره اوباما اللي مضت سنين طويله، اذا كان هن ولا الاوروبيين او المجتمع الدولي بشكل عام عم بيوعد السوريين بحركه معينه او بمساعدته لاسقاط النظام، وما كان يتم اي شيء. فبالتالي اجت خطوه صادمه لبعض الناس ما صدقوا، ولكن هلا وعيوا على انه هيدا عصر ترامب، فبالتالي المعادله رح تختلف شوي. هلا خلال النهار بتعرفي بعد ما صارت الناس تستوعب القصه وهيك، فالناس بيقعدوا بيشربوا فنجان قهوه، بيقعدوا بيتحدثوا مع بعض وبصيروا بيحللوا انه شو اللي عم بيصير بالضبط، وهل فينا نتوقع خطوات زياده ممكن تساعدنا على انه تحقيق الهدف اللي طلعوا على اساسه من البدايه واللي هو اسقاط النظام بشكل كامل. بعدين صارت الناس، يعني في شخص كان عم بيحكي لي انه قاعد هو اصحابه عم يناقش حتى شخصيه ترامب، يعني ترامب مبين عليه انه صادق ورجل اذا كان بده يعمل شيء بينفذ هذا الشيء، ولكن بنفس الوقت هو شخص متقلب ويعني ما بتقدري تتوقعيه، فبالتالي كثير صعب يقدروا يتوقعوا اذا كان رح بيكون في اي خطوات ثانيه لا حتى غير هاي الضربة، أو أنه هذه كانت رسالة وحدة حب ترامب يبعثها للأسد على أنه الكيماوي خط أحمر. حكينا كمان مع ناشطين إضافة ل محافظة إدلب بشكل عام بخان شيخون واللي هي المدينة يلي تعرضت للهجمة اللي كانت السبب بالضبط. فبالتالي المشهد بخان شيخون، يعني 80% او 90% من السكان اللي كانوا بعدهم عايشين هناك تركوا خان شيخون وفلوا من بعد الضربه، لانه في خوف كثير. بتعرفي واحد بس يكون شاهد على هيك حادثه يعني بيصير عنده تروما، ما بيقدر يعني يضل عايش، وفي خوف كثير بين الناس على انه او يصير في ضرب او انه الوضع منه رايق، فبالتالي ما بدهم يكونوا موجودين بهيدا. ولكن بغض النظر الاعداد اللي كانت بعدها باقيه واللي هي اعداد قليله، اليوم كان في وقفة تضامنية بالتنسيق بين الناشطين والمدنيين اللي بعدهم والدفاع المدني، عم بيقولوا فيها لهي يعني هي حدادا على ارواح الضحايا يلي سقطت، وعم بيطلبوا من ان كان المجتمع الدولي او المجتمع العربي بالضغط وب يعني استغلال هيدي الفرصه لحتى يقدروا يساعدون اكثر ويقدروا يحققوا لهم المطلب الاساسي تبعهم واللي هو اسقاط النظام. هلا عشيه قبل ما نطلع من بعد ما كان بلشت، يعني عارفين انه في مجلس امن وفي يعني كثير مفاوضات، ودول العربية كمان كلها رحبت، خاصة دول الخليج وعلى رأس السعودية كله عم بيطلعوا بيانات وعم بيقولوا انه نحن بندعم، وتركيا كمان بنفس الوقت. فبالتالي هلا حاليا السؤال الرئيسي بين ان كان المدنيين او الناشطين انه هل ممكن نتوقع تصعيد زيادة على الارض، وصار السؤال اكثر انه هيدي الخطوة بنرحب فيها وهي خطوة ايجابية، ولكن هي خطوة صغيرة وغير كافية، لدرجة انه بعض الناشطين كانوا عم بيعطوني لائحة باهداف ممكن انه ترامب يعني يعمل على استهدافها من ضمن مطارات وسكنات عسكريه وما الى هنالك. فبالتالي كانت الرساله على انه اذا كانت الاداره الامريكيه عن جد جديه بمساعدتهم وتريد ان تغير المعادله لصالح المعارضه على الارض، فبالتالي هذه خطوه واحده ولكنها غير كافيه، ويريدون ان يروا خطوات اخرى. شكرا جزيلا جنان موسى على كل هذه المتابعه.